مرحبا في قناتكم قناة روزات شانل وفيديو جديد عن مسلسل اخواتي. وقبل ما نبدأ حط لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، شير الفيديو ده كتير، فعلوا جرس اشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله على القناة. اعملوا فولو على انستجرام، متنسوش تعملوا سبسكرايب للقنوات التانية، هسيب لكم لينك في صندوق الوصف. ويلا بينا نبدأ. في الفيديو ده هكلمكم عن مسلسل اخواتي وتحليل احداث العين الاول للحلقة 19 او الحلقة الاولى من الموسم الثاني، فكمل الفيديو للاخر. اول حاجة عجبني جدا ان هو مفيش اعلان ترويجي، الاعلان ده هو الاعلان الاول للحلقة الاولى، لان لو شفتوا الاعلان الترويجي اللي نزلوه كان عبارة عن ملخص احداث الحلقة الاخيرة من الموسم الاول، يعني ما كانش اعلان ترويجي زي اللي احنا متعودين عليه. هما بس كانوا بيفكرونا باحداث الحلقة الاخيرة من الموسم الاول عشان نبدأ الموسم الثاني واحنا فاكرين كل الاحداث. انما الاعلان اللي انا بتكلم عليه في الفيديو ده هو الاعلان الاول الحقيقي للحلقة الاولى من الموسم الثاني. الاحداث في الاعلان قوية جدا، وواضح ان هما راجعين بقوة، واضح ان في مشاهد مؤثرة جدا للاخوة بين بعضهم وبعض. البداية واضح انها بتكون كلها كشف حقيقي من طرف دروك، ووالده هيكون زي الكابوس على دروك عشان بس ما يتكشفش. حتى لو عاكف اعترف لدروك بشيء هيكون بيألف له سيناريو، مش هيحكي له القصة الحقيقية. واضح ان دروك هيقول لعاكف ان تولجا هو اللي قاله كل اللي حصل من عاكف لعيلة اسيا. واضح ان تولجا هيستغل الموضوع ده لصالحه عشان يرجع للمدرسة من تاني، لان تولجا مازال عايز ينتقم، فهيحب ان هو يرجع للمدرسة عشان يعرف ينتقم بجد، فهيستغل ان هو حكى لدروك موضوع عاكف عشان يرجع للمدرسة من جديد. عمر شايفين واقف لوحده وتقريبا هيوصل لمرحلة الانهيار، لانه يعني ما عندوش اي شيء ممكن يعمله. اخوه الكبير في السجن واخواته في دار الايتام وهو لوحده، فعشان كده شايفينه في الاعلان واقف لوحده وبيبكي. اسيا بتحاول انها تعرف ايه سبب تغير دروك من ناحيتها، وسبب ان هو رجع يتصرف معاها زي ما كان بيتصرف في بداية الموسم الاول من مسلسل اخواتي، وممكن دروك بسبب كده يألف موضوع ويقولها اي شيء عشان يبعد عنها فكرة ان هو بيبعد عنها او بيتصرف معاها بطريقة مش زي ما هي متعودة منه. لكن السؤال هنا، هل اسيا تعرف الحقيقة وان عاكف هو سبب في وفاة والدها ووالدتها، وان دروك عارف ومقلهاش؟ اتوقع لو هي عرفت الحقيقة دي هتبعد عن دروك، ويبقى في مشاكل كتير ما بينهم ممكن توصلوا للانفصال. المديرة الموجودة في دار الايتام واضح ان هي مش هتحب ان هي تقعدهم عندها في دار الايتام فترة كبيرة، عشان كده تبدأ بأمل ولقيت لها فعلا عائلة يتبنوها. سمعنا صوت في الفيديو الناس مش متعودين عليها، وواضح دور العيلة اللي هتيجي تاخد امل، عشان كده شفنا ان امل طلعت على السطح وكانت بتحاول ان هي تموت نفسها، او بسبب عقلها الطفولي بان هي على السطح هتعرف تتكلم مع والدها ووالدتها الموجودين في الجنة. وتقريبا اللي هينقذ امل بتوقع ان هو هيكون عمر، لان هو تقريبا واقف على باب دار الايتام ومش عارف يعمل حاجة، لكن لما يشوف اخته هينقذها، انا بتوقع كده. بيرك وابوكي واضح ان قصة حبهم بتبدأ وعلاقتهم بقت جدية، لكن في شيء انا بفكر فيه، هي ليه عايزاها تكون علاقتهم سرية؟ في الموسم الاول بيرك اذى والدها وقولوا جين، طب في الموسم الثاني طالما انتي فكرتي ان انتوا تكونوا في علاقة، ليه عايزاها سرية وبتخفيها عن الجميع طالما انت عارفة ان الشخص ده اذى عيلتك؟ ليه اصلا مكملة معاه؟ بس زي ما بيقولوا مراية الحب عمياء، فهي قررت انها تكمل معاه حتى لو ازعلتها. واتوقع ان بعد ما بيرك هيكون محبوب من عيلة ايبوكي هيبدأوا يكشفوا علاقتهم. شنجل واضح انها بدأت تحس بذنبها وهتشوف عقابها بنفسها، وفي نفس الوقت حزينة على امل واسيا وكادير وعمر، فهل هتحاول انها ترجعهم للبيت تاني من جديد ولا لا؟ انا بتوقع ان هي هتحاول تصلح غلطتها بان هي ترجعهم على البيت تاني وتلم شملهم. كادير واضح ان هو راجع قدير المجنون اللي كنا عارفينه في اول المسلسل، يا هيطعن حد في السجن يا هو اللي هيطعن، يعني واضح ان كل الشخصيات هتبتدي تتغير، وفي ابطال في المسلسل هيرجع شخصياتهم القديمه القويه العنيفه، في شخصيات مش هتختلف، وفي شخصيات هيصعب علينا اكتر وهنبكي بسببها، فانتظروا موسم مليان بالحماس والاحداث الكبيره جدا. وهننتظر الاعلان الثاني للحلقه الاولى، اكيد في حماس اكتر واكيد الاحداث هنعرفها اكتر. وبس كده يكون الفيديو خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اكتبوا لكم في الكومنتات لو عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوه في الكومنتات وانا هرد عليكم. تنسوا لايك وشير وسبسكرايب، تفعيل جرس اشعارات عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله على القناه. باي باي.